ما نوريكم نحاولي الغالي بالسوق كامل. ياك عندك شنتينا؟ انا هي الغالية ديالك. شنتينا الغالية. يلا قول لهم قول لهم ديك اللي كيقولوا. لايك. لايك اشتراك وجرس وقناة. وقناة. ولايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكل المتابعين وشركم مبروكة. نتمنى هاد الأيام المباركة تدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر وكل ما كتمنوا. خوتي كنت قلت لكم بلي باقا نزيد نصور معكم شي فيديو ديال الحوالة اللي عندنا في المدينة. بما أنني كنت صورت ديك النهار بالليل والحوالة كانوا باقي ما دخلوا، قررت أنني نرجع في النهار وشوفوا الحوالة كيف غادي يبانوا، واش كاين شي حولي ولا ما كاين شي، والاثمنه وكل شيء. اجيو معايا. ايوا خوتي جبرتونا طالعين نعملوا واحد الدويره في السوق ديال السلطان، تشوفوا واش كاين شي حوالة ولا باقي ما دخلوا. دابا ما بقى والو للعيد، يعني ثاني مره ديك النهار طلعنا في الليل، اليوم في السوق اليوم في النهار. ديك النهار جبرنا السوق خاوي، دابا كنظن محال واش يكون خاوي. ايوا اجيو اخوتي تشوفوا شنو كاين في السوق. المهم الصراحه الغلا اخوتي الغلا، احنا كنقولوا السوق غادي يطيح السوق زاد طلع. المهم هانتوما كتشوفوا الحولي الصراحه ما دخلش، الحولي قليل بزاف والناس باقا ما شراتش والغلا باقي بزاف. لا لا ما يحتاجش، انا اللي نجي نزيد والله الحبوب اي حاجه. انا ما خرجتش اللحم بحال المسك، لا ما خرجتش بحال المسك. من كيعجبوني نرجعوا دار الخنفرين، كيعجبوني دا ستاتو كوار. لا ماشي صغار، هذا النوع، هذا النوع اللي شفته غلت. هنا هذا بخير ان شاء الله. وهذا كامل بيوم. ايوا هانتوما كتشوفوا الحولي الصراحه، لو بغيتي الحولي خصك 5000 درهم الفوق كما كتشوفوا هادو، عاوتاني كان كيعملهم 5000 درهم الفوق، يعني كتلقى 5000 درهم 6000 درهم، ما كتلقاش شي حاجه اللي قل من 5000 درهم. واذا لقيتي شي حاجه اللي صغيره كتلقاها يعني 2500 درهم، ديك الصغارين ديال التربيه محال واش دايزين في الضحيه. اي والله يكون في العون الدرويش، الدرويش هو اللي كيبغي يشري حاجه صغيره، يعني كيكون كيقول انا جهدي غير شي ثمن بسيط، كيتزرف مسكين يعني الصراحه. الله يكون في العون. والعيد سنه ماشي فريضه، ولكن الانسان ما كيقدرش. ايوا هانتوما كتشوفوا اخوتي يعني السوق خاوي، ما كاينش يعني شي كسيبه بزاف. وصراحه هذا الفيديو هذا يعني تصور يومين قبل من هذا النهار اللي كتشوفوه، ويعني انا مشيت للسوق البارح يعني بان لي باقا كسيبه قليله بزاف وباقي نحي الناس ما شراوش. بحال هذاك الموديل هذا الصغير 360 360 الفرنك اخوتي هذا. يا لعباد الله كيف كيبان لكم؟ والله الا صغير في التليفون شويه كيبان كبير. اش بان لك يا ياسين؟ اش بان لك في السوق؟ ما كاينش كيفاش تيكون هذا. انت كتشوف كيبان لي انا بنتي كيبان لي السوق باقي خاوي. انتوما خوتي الصراحه غادي يوقع شي حاجه اللي بحال ديك واحد العام كانت وقعت عندنا، بحال داكشي ديال مصاصين الدماء، الكميونه كتوقف عباد الله كيتعاقوا في الكميونه يهبطوا الحواله، وقيلا غادي يوقع نفس المنظر الله يستر.
يعني الكسيبه قليله، الناس باقا ما شراتش السوق خاوي الغلا. ايوا ما شاء الله، صافي ما شاء الله. انتما كتشوفوا العيال كيلعبوا تما في السوق، ايوا لا حول ولا قوه الا بالله. الصراحه غلا ولا ديك النهار كيزيد يغلى السوق باك عاد طرطق طرطق ماشي حتى الليل. انا واعرين هذو الفوق فيهم الوقفه ياك. هذا اللحم ديالهم كتكون لذيذه، اللحم تبارك الله. حقا كيكونوا بهذ الهيدوره ما كنسقش. لا ما ركزتيش بحال هذا، ولا ما ركزتيش معنا اسكت اش كتعصب بحال البركه. 500 الف الله 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 شحال شدوني. 500 الف 5000 درهم 5000 درهم كيجيب الموقع على الوقت. وبغينا الحولي باش يرخص، فدم انه الحولي ناقص الا غادي يبقى غالي. جميلات الاخوان انت هادشي بزاف جاك. اه بالله ما يبقى والو انا غن حولي. انتما خوتي بعد بعد حولي عندنا غالي. زيدي شنو قلتي اميره؟ هذا الخياط هذا شحال قلتي لي هذا؟ هذا صغير 350. صراحة الثمن ديالو ماشي شي ديال المهم اخوتي اللي وصل معنا لهنا كنقول لكم شكرا على المتابعه. هذه هي نهايه الفيديو اللي بغيت نعمل لكم. النهايه ديال الفيديو من الباب ديال السوق ديال الفنيدق هي هذه الدخله ديالو، وانتم كتشوفوا. المهم السوق باقي خاوي، كنتمنوا يجيو الكسابه، ومهم يكثر شويه الحولي عندنا هنايا. الحولي ناقص والغلا كاين. ايوا صافي اخوتي، هذه الجوله اللي عملت معكم. تحياتي لكم، ما تنسونيش اللايكات ديالكم التعاليق ديالكم، وشكرا على المتابعه. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم. زعما عندو على الكبار هذا شحال؟ هذاك ندير هذا 50 درهم.